مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 33 للهجرة الموافق لسنة 54 و600 ميلادية. وفي هذه السنة توفي الصحابي الجليل المقداد بن الأسود الكندي، وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله، وذلك في غزوة بدر. كان في الجاهلية من سكان حضرموت، فوقعت بينه وبين ابن شمر ابن حجر الكندي خصومة، ورحل إلى مكة، فتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، فصار يقال له المقداد بن الأسود، إلى أن نزلت الآية الكريمة: دعوهم بآبائهم، فعاد يتسمى المقداد بن عمرو. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في هذه السنة الأمير السائب بن الأقرع الثقفي. روى البخاري عنه أنه من الصحابة، وأن أمه مليكة دخلت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النبي على رأسه. وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه قبض الأخماس من غنائم الفرس، ثم ولاه المدائن. شهد السائب فتح نهاوند، كما سار بكتاب عمر إلى النعمان بن مجرن، وقد كان ولي أصبهان وتوفي بها. وفي مثل هذا اليوم من سنة 99 و100 للهجرة الموافقة لسنة 14 و800 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. في مطلع هذه السنة استدعى الخليفة المأمون وزيره الحسن بن سهل من خراسان إلى بغداد ليتولى قيادة الجيش وشؤون الخراج، بدلاً من أمير حرب الخليفة طاهر بن الحسين الخزاعي بالولاء. كان المأمون غاضباً على أمير الحرب بسبب قتله لأخيه الأمين دون إذن منه، وأوكل إلى الحسن بن سهل إنهاء نفوذ القادة والأمراء الموالين لابن الحسين الخزاعي. وذكر حجاج دمشق خبر وفاة الأمير سليمان بن أبي جعفر المنصور، الذي كان قد ولي البصرة مرتين كما ولي دمشق مرتين، وتوفي وهو ابن 50 سنة. ذكر حجاج مصر خبر وفاة الأمير العباس بن موسى العباسي، ولي الديار المصرية للخليفة المأمون، فأرسل ابنه عبد الله نائبا عنه، فقام عبد الله بحبس الوالي السابق المطلب بن عبد الله، وتشدد على أهل مصر فبغضوه وثاروا عليه وأخرجوه من مصر، ثم أخرجوا المطلب بن عبد الله من السجن وأعادوه للولاية. فلما بلغ العباس ما وقع لابنه قصد الديار المصرية حتى نزل ببلبيس، ثم نزل إلى الحوف فمرض وهو يقاتل رجال المطلب، فعاد إلى بلبيس ومات فيها. خروج ابن طباطبة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخلافة العباسية. كان قائد جند ابن طباطبة السري بن منصور الشيباني المعروف بأبي السرايا، اشتبك مع جيوش العباسيين في مواقع عديدة هزمهم فيها كلها، ثم توفي فجأة وقيل إنه مات مسموما. فتولى الأمر بعده ابنه الصغير محمد، ولكن السلطة كانت لأبي السرايا الذي استولى على البصرة والكوفة وواسط والمدائن، وبعث الولاة إلى الحجاز واليمن والأهواز، وكاد أن يستولي على بغداد ويسقط الخلافة العباسية وينقلها إلى البيت الطالبي. توالت عليه الجيوش العباسية جيشاً إثر آخر إلى أن تمكنت منه، فقبض عليه واقتيد أسيراً،
فقتله الحسن بن سهل وزير المأمون ونصب جثته على جسر بغداد، وبعث بالفتى محمد بن محمد إلى الخليفة المأمون، وبذلك انتهى أخطر تمرد واجهته الخلافة العباسية حينها. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 69 و200 هجرية الموافقة لسنة 82 و800 ميلادية خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وكان الخليفة معتمد بالله المتوكل، وكانت الخلافة العباسية تسيطر على العالم الإسلامي ما عدا دولة الأمويين في الأندلس التي كان يحكمها محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي، ودولة بني رستم في المغرب الأوسط، وكان على رأسها محمد بن أفلح بن عبد الوهاب الرستمي، ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى، وكان يحكمها علي بن عبيد الله بن عمر الإدريسي. أما ولاة وحكام الأقاليم والدول التابعة للخلافة العباسية فكانوا نصر بن أحمد الساماني على الدولة السامانية فيما وراء النهر، عمر بن الليث الصفاري على خراسان، وكانت مصر والشام والثغور تتبع الدولة الطولونية التي يرأسها أحمد بن طولون، وفي إفريقيا دولة الأغالبة وعلى رأسها إبراهيم بن أحمد الأغلبي. دولة الأغالبة. الأغالبة هم سلالة عربية حكمت في إفريقيا شرق الجزائر، تونس، غرب ليبيا، مع جنوب إيطاليا وصقلية من سنة 184 إلى سنة 296 هجرية، وكانت عاصمتهم القيروان. تنتسب هذه السلالة إلى الأغلب بن سالم بن عقل التميمي الذي كان قائداً لجيش العباسيين، ثم أصبح ابنه إبراهيم والياً على إفريقيا من طرف هارون الرشيد، ثم استقل بالأمر بعد أن حول العباسيون اهتمامهم إلى المشرق. عرفت دولة الأغالبة أثناء عهدها الأول عدة ثورات قاد أغلبها دعاة من البربر، ثم استقر أمر الدولة في عهد عبد الله بن إبراهيم وزيادة الله بن إبراهيم، وبلغت أوج قوتها ابتداء من العام 212 للهجرة. غزا الأغالبة صقلية، ثم استولوا على مدينة باري في إيطاليا واجتاحوا روما ونهبوها، ثم انسحبوا منها، ثم غزوا مالطا. بلغت قوة الأغالبة حدا كانت معه كل الدول على ساحل إيطاليا تدفع لهم الجزية. أما داخليا فكان الأغالبة في صراع دائم مع الثورات ذات الطابع الديني كالخوارج، أو بدوافع من العصبية كالبربر. بدأت مرحلة الأفول أثناء عهد إبراهيم بن أحمد، وفيها تم فقدان بعض المناطق لصالح البيزنطيين والطولونيين، ثم تمردت بعض القبائل على الحكم الأغلبي. انتهت دولة الأغالبة على يد الفاطميين. وكان آخر ملوكهم أبو مضر زيادة الله الثالث بن عبد الله بعد أن دامت دولتهم 109 سنوات.